بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على كافة أنبياء الله ورسله من أولهم إلى خاتمهم محمد رسول الله وأليم الأطهار. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليهم وسلموا تسليما، لا نفرق بين أحد من الرسل ونحن له مسلمون. سأتلو عليكم أحد بيانات الإمام ناصر محمد اليماني الذي يتحدث فيه عن صفات الله النفسية وصفات الله الأزلية. تعالوا لأعلمكم ما هي صفات الله الأزلية، وهي صفات ذات الله سبحانه. ومن صفات ذات الله إنه الأحد ليس كمثله شيء في الخلق، وإنه لم يلد ولم يولد ولا تدركه الأبصار. فهذه من الصفات الأزلية لا تتبدل، فهو الله أكبر من كل شيء، فلا يساويه شيء في حجم ذاته سبحانه، بل هو الله أكبر من كل شيء في خلقه أجمعين. ولذلك يصف الله ذاته بالأكبر، أي أكبر كبيرة، أي الأكبر من كل كبير سبحانه، وصفة الأكبر من صفات ذات الله. وأما صفات النفسية فهي فضل من الله عظيم، ولو لم تتغير في نفس الله لكانت الطامة الكبرى على عباده. بل صفات الله النفسية رحمة بالعباد. ومن صفات الله النفسية لله هو أن يرضى بعد أن كان غاضبا، فيحل الرضوان بدل الغضب، فذلك خير لعباده. ولكن لولا تبديل لصفة الغضب بالرضا لكانت طامة كبرى على العباد. فمن غضب الله عليه فعليه أن يستيأس من رحمة الله، أن يرضى الله عنه أبدا، لكون الغضب من صفات الله الأزلية التي لا تتبدل، بحسب فتوى الدكتور أحمد عمر. يا رجل، إني الإمام المهدي المنتظر، أدعو البشر إلى التفكر في صفات الله، صفات روح الله النفسية، مثل صفة الرحمة وصفة الكرم وصفة الغفران. وإن من صفات الله النفسية ما تشترك مع عبيده التي نفخ فيهم الروح بكلمات قدرته، مثال صفة الرحمة، فيشاركه فيها من عباده الرحماء، ولذلك يسمى نفسه أرحم الراحمين. بمعنى أن صفة الرحمة لا يتفرد بها الله وحده من دون عباده، غير أنه أرحم الراحمين. وكذلك صفة الكرم لم يتفرد بها وحده، بل جعلها في بعض من عباده وهم عباده الكرماء، ولذلك يسمى نفسه أكرم الأكرمين. وكذلك صفة الغفور يتصف بها الغافرون، ولم يفت الله إنه تفرد بصفة الغفران وحده، ولذلك يصف نفسه خير الغافرين، أي خير الغافرين من عباده. ولذلك نجد الله يسمى نفسه خير الغافرين. ألا وأن صفة الرضا من أسماء الله الحسنى، جعلها من أسماء صفات النفسية وليست من صفات الله الأزلية لذاته التي لا تبديل لها. بل صفة الغضب والرضوان من صفات الله النفسية قابلة للتحول، فتتحول صفة الغضب في نفسه إلى رضوان. ونجد في الكتاب إن صفات الله النفسية قابلة للارتفاع والانخفاض، مثال قول الله تعالى: وباءوا بغضب من الله، صدق الله العظيم. ولكن عندما يزداد كفرهم وتعنتهم، فيزداد غضب الله في نفسه عليهم، تصديقا لقول الله تعالى: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين، صدق الله العظيم. وغضب الله في نفسه على عباده يرتفع بحسب ازدياد الاسم من عبده، فلا يستوي الغضب في نفس الله على العبد الذي ذنوبه قليلة مع الغضب في نفس الله على العباد المجرمين الأكثر فسادا في الأرض. وكل له نصيب على قدر الغضب عليه في نفس الله،
ألا وإن مقدار الغضب عليه في نفس الله هو بقدر ذنوبه من غير ظلم، ولا يظلم ربك أحدا. وبالنسبة لصفة رضوان الله نفس الله، فإن الذين يتخذون رضوان الله وسيلة تجدهم لا يهتمون إلا أن يكون الله راضيا عليهم وحسبهم ذلك. ولكن الإمام المهدي يفتي بالحق إن ذلك ليس إلا جزء من رضوان نفس الله، أي رضا رضي الله على عبد فلان. أما رضوان نفس الله فلن يكون الله راضيا في نفسه أبدا حتى يدخل عباده في رحمته فيرضى، ووعده الحق وهو أرحم الراحمين. ولكن مشكلة كثير من عباد الله إنهم مبلسون من روح رحمة الله سبحانه، ألا وإن من أكبر ظلم النفس هو اليأس من رحمة الله أرحم الراحمين. وقال الله تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. صدق الله العظيم، أي لا يأس من روح الله أرحم الراحمين إلا القوم الكافرون، لكون الرحمة صفة روحية في نفس الله، ويجهل تلك الصفة الذين لم يقدروا ربهم حق قدره، فلم يعرفوه حق معرفته. ولو كانوا يعرفون الله حق معرفته لما وجدتهم يلتمسون الرحمة في أنفس الملائكة وخزنة جهنم. وقال الله تعالى: وقال الذي في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا: أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قال: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. صدق الله العظيم، أي وما دعاء الكافرين بصفة الرحمة في نفس الله إنه هو أرحم الراحمين، فيزرونه فيدعون عباده من دونه ويلتمسون الرحمة في أنفسهم بأن يشفعوا لهم عند الله أن يخفف عنهم يوما من العذاب. ولكن الله وصف دعائهم إنهم في ضلال، وكذلك يسميهم بالكافرين، برغم إنهم هؤلاء الكافرين لم يعودوا كافرين بذات ربهم، بل أصبحوا يؤمنون بالله إنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له. ولكن الله لا يزال يسميهم بالكافرين برغم إنهم لم يعودوا كافرين بذات الله، ولا يقصد الله أنهم كافرين بذات الله، بل قد أدركوا حقيقة ذات الله إنه هو الله الواحد القهار لا إله غيره ولا معبود سواه. ولكن الله لا يزال يسميهم بالكافرين لكونهم لا يزالون يجهلون صفات الله الروحية في نفسه، وهي صفات الجوهرية سبحانه، فهم لا يزالون عميانا عن معرفة ربهم كما كانوا في الدنيا. ولذلك قال الله تعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. صدق الله العظيم، أي أعمى عن معرفة صفات الله النفسية سبحانه. ومن صفات الله في نفسه هو صفة الرحمة، ووعده الحق وهو أرحم الراحمين. وبما إنهم لم يقدروا ربهم حق قدره في الدنيا، كذلك نجدهم لم يقدروا ربهم حق قدره في الآخرة، ولذلك نجدهم يدعون عبيد من دونه ليشفعوا لهم عند ربهم، فكيف يشفعون لهم عند من هو أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم وأبنائهم وعشيرتهم، وهو أرحم بهم من ملائكة المقربين، وأرحم بهم من الإنس والجن أجمعين، ووعده الحق وهو أرحم الراحمين. وذلك ما يدعون الله إلى معرفته هو أن نتعرف على روح صفات نفس الله سبحانه وتعالى، وهو صفاته الباطنية، كونها الجوهر لصفات الله سبحانه سبحانه عما يشركون وتعالى علوا كبيرا. ألا وإن من صفات روح نفس الله الرحمة والغضب والرضا، ألا وإن رضوان الله على عباده هو النعيم الأعظم من جنته. ولا أرى الأنصار الذي يسمي نفسه خادم رسول الله، فلا أراه من الأنصار السابقين الأخيار، كونه ينقل صفة رضوان نفس الله إنه النعيم الأعظم من جنته. ولذلك
مرنا أن يتم نزع صفته من تحت اسمه من الأنصار السابقين الأخيار حتى يكون من الموقنين، وعليه أن يعود إلى باحث عن الحق فيجادل الإمام ناصر محمد اليماني حتى يقوم الحج علينا أو نقيم عليه الحجة بالحق. ولو كان ينكر علينا أي شيء آخر غير النعيم الأعظم لما أمرنا بنزع صفته ويحق لنا أن يجادلنا، ولكنه ينكر علينا الأساس الذي بنيت عليه الدعوة المهدوية نعيم رضوان نفس الله بأنه النعيم الأعظم من جنته، وينكر علينا فتوى تحصر الله في نفسه ويريد أن يحصر التحصر في أنفس عباده، وكذلك يزعم أن الله أتاه علم الكتاب أو علم من الكتاب. ولذلك يا من يسمى نفسه خادم رسول الله، فعليك أخي الكريم أن ترجع إلى الطائفة الذين يجادلون الإمام عبد النعيم الأعظم، فمثلك كمثل الدكتور أحمد عمر يجادلنا في الدعوة إلى تحقيق رضوان الله النعيم الأعظم من جنته. ويا سبحان الله يا فضيلة الشيخ أحمد عمر، فكيف تفتي أن رضوان الله ليس إلا جزء من النعيم؟ ويا رجل، فلولا رضوان الله عليهم لمشت أشم رائحة جنات النعيم على مسافة 1000 عام، بل رضوان الله هو الأساس، وما خلق الله الخلق إلا ليعبدوه وحده لا شريك لهم فيتبعون رضوان الله، وإنما جعل الجنة جزء لمن يتبع رضوان والنار جزء لمن يتبع ما يسخط الله، فلا تكونن من الجاهلين. ونحن قوم يحبهم والله ويحبون، اتخذنا رضوان الله غاية، فلن نرضى حتى يرضى لكون ذلك هو النعيم الأعظم بالنسبة لنا. وليس معنى ذلك إننا لا نريد جنة الله، ومن الذي يرفض جنات النعيم؟ ولكن يا رجل، كيف نهنأ بجنات النعيم والحور العين وأحب شيء إلى أنفسنا، متحسر وحزين على عباد الضالين الذي يسمعهم يقولون حين تتقلب وجوههم في النار، وقال الله تعالى: ويوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ألا وأن صفات الله الذاتية هي الصفات الأزلية، لا تبديل ولا تتغير لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولكن الإمام المهدي يدعوكم ليعرفكم من على صفات الرب الروحية، وهي صفات نفسه هو تعالى، ومنها صفة الرضوان نفسه وهو النعيم الأعظم من جنات النعيم لدى قوم يحبهم الله ويحبونه، لذلك لن يرضوا حتى يرضى وهم على ذلك من الشاهدين. ألا وإن الإمام المهدي هو حق العبد الخبير بالرحمن، وذلك تصديقا لقول الله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. صدق الله العظيم العظيم، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أخوكم الإمام المهدي عبد النعيم الأعظم ناصر محمد اليماني.